الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، في سورة فصلت أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين المستكبرين عن دعوته، والرافضين لنبوته، قائلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. أول الآيات: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. وانتبه أيها المسلم الكريم إلى قوله أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض. كيف يكفر بالذي خلق الأرض وفي موضع آخر من القرآن في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي سورة الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي الزخرف أيضا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب، كيف يكفر بالذي خلق الأرض مع إنهم بيقولوا الذي خلق الأرض والسماء هو الله؟ الإجابة أنهم أقروا بأن الخالق هو الله، والرازق هو الله، دي أقروا بها. ولهذا كثير من الناس اليوم ما يفهم حقيقة شرك المشركين، ما فاهمين الحقيقة. بيقول لك المشرك ده بيقول الله ما خلقنا، والله ما بيرزقنا، وربنا ما هو اللي خلق السماء وكذا، وهذه أمور خلقت الطبيعة. لا، ده ما هو المشرك، هذا نوع من أنواع الكفر ثاني. لكن شرك المشركين اللي عاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وقال لهم قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ديل شركهم كان شكله كيف؟ ربنا ورانا لهنا في الآية دي: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، مع أنهم بيقولوا خلق الله، لا بيكفروا به برضه. كيف؟ لأنهم ما أخلصوا العبادة لله. حتى لو قلت الله خلق الأرض والسماء وبيرزقنا ويحيينا ويميتنا، لكن لو ما أخلصت العبادة لله تبقى برضه مشرك. قال لهم أئنكم لتكفرون.
بالذي خلق الأرض في يومين. قال وتجعلون له أندادا، أندادا مساوين له في الصفات. وده اللي حاصل اليوم، يجعلون لله أندادا. الواحد فيهم بيسأل ربنا مرة وبيسأل الشيخ مرة، وقد يكون الند ليس في الدعاء. وما شرط الند انك انت تصلي له ركعتين. في ناس بتخيلوا لما تقول له مشرك يقول لك يا مولانا انت شفت انا فرشت المصلايه وقلت هذه ركعتين تقربا الى شيخي فلان. لا، ما شرط. ممكن يكون الانسان وقع في الشرك وما عمل كده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا شركاء. كيف؟ يحبونهم كحب الله. يعني بيحب هذا الند كما تحب انت المؤمن الله. انت كيف بتحب ربنا؟ انت بتحب ربنا لانه خلقك ورزقك، وفي الشدائد انت بتدعوه بيفرج عنك، ولو حصل لك ضيق ولا كرب بترجع عليه بيكشف عنك. كده انت بتحب ربنا. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسكين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. للأمور دي وغيرها أنت بتحب ربنا. أعرف تماما إنه أي زول حب لو شخص تاني لأسباب زي دي ده جعله لله ند. لو اعتقد إنه وقت الشدائد والكرب الشيخ بيقيف معه وبيسمعه من جوا القبر، بيسمع النداء بتاعه لما يرفع يديه ويقول له يا ابويا الشيخ نحن في حواك ونحن راجينك ومنتظرينك. لما يرفع يديه وينادي نداء زي ده ويعتقد انه الشيخ بيسمعه وبحل مشكلته، اعرف انه ده جعله لله ندا. عشان كده ربنا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وبالتالي هذه الآية قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى بدأ خلق السماوات والأرض يوم الأحد، وفي يوم الاثنين خلق الأرض، يوم الأحد والاثنين. طيب، وفي يوم الثلاثاء والأربعاء جعل في الأرض ما يحتاجه الإنسان، جعل فيها رواسي من فوقها، الرواسي الجبال، وربنا جعل من فوق عشان نحن نشوفها من فوقها، وبارك فيها يعني بارك في الأرض، وجعل فيها أقواتها يعني ما يحتاج للإنسان داخل الأرض من المنافع الكثيرة جدا، ومنها الحديد، وربنا جعله في قمم الجبال، وأفضل الحديد ما كان في قمم الجبال كما قال أهل العلم. ولهذا ربنا قال وأنزلنا الحديد. أنزلنا الحديد ما معنى من السماء؟ أي أنزله للناس من فوق رؤوس الجبال، وجعل في الأرض ما يحتاجه الناس من الخضرة، من المياه، من الأراضي الفسيحة، وذللناها لكم. ذلل الأرض وذلل الحيوانات للناس عشان يتعايشوا على وجه هذه الأرض في يومين. كده بقت كم؟ 4 أيام. سواء للسائلين، سواء أي هذا الخلق
تم في كل هذه الأيام، مش تم في يوم واليوم الثاني فاضي، لا، سواء في كل هذه الأربعة أيام للسائلين. ثم بعد ذلك استوى إلى السماء، أي قصد وعمد إلى السماء، فسواهن سبع سماوات في يومين، كده اكتملت ست أيام. فسواهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. والآية التي فيها في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك، بعد ذلك دحاها. في ناس فهموا كأنه في تعارض، إنه السماء في الأول وبعدين الأرض. لا، الأرض في الأول وخلق بعدها السماء، ثم الأرض بعد ذلك ما قال خلقها، قال دحاها. ودحاها هو الدحو، هو إخراج منها الماء منها والمزارع والنباتات وغيرها، عشان كده قال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام مع قدرته سبحانه أن يخلقهما في لحظة واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ولكن قال العلماء: خلق الله تعالى السماوات والأرض في ستة أيام ليعلمنا نحن التأني في الأمور والتدرج في تحقيق المقاصد. ولذلك أنت لو عندك أي مقصد في حياتك من خيري الدنيا والآخرة، اعلم أنك أنت بتحصله بالتدرج، فلا تستعجل في الأمور. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله تعالى والعجلة من الشيطان. الإنسان يتأنى في حياته في تحقيق أي مطلب من المطالب، تأنى وتروى، وكده أنت بتكون عملت بما أمر الله تعالى به. قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا، يعني إن أعرضوا بعد هذا البيان وبعد هذا التوضيح، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وهذه فيها تخويف لكفار قريش. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآيات على أبي الوليد المغيرة، وكان سيد من سادات قريش ومن علماء قريش، لما تلا عليه هذه الآيات قال: أنشدك الله والرحم ألا كففت. وعرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا أيها المسلمون الكرام، من تأمل القرآن عرف حقيقة الشرك. عشان ما تنخدع أنت اليوم، لأنه في المسلسلات اللي بيسموها دينية خدعوا المجتمع وصوروا له أن المشرك ده هو الذي يعبد صنما فقط. لو ما خطيت صنم قدامك وعبدته أنت ما مشرك، وهذا غلط. الشرك يقع بهذا ويقع بغيره من الأمور اللي أنت بتراها بسيطة جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك. خاف على الأمة دي من الشرك. ليه؟ لأنه بيدخل على الإنسان من حيث لا يشعر ومن حيث لا ينتبه. وإن العبد ليقول الكلمة، كلمة واحدة من سخط الله، فتهوي به في جهنم 70 خريفة. فالناس تعمل حساب وتتعلم. لو ما تعلمت التوحيد انت اهملت اصل الاسلام. وما يخدعك زول يقول لك: لا التوحيد ده تعلمناه خلاص، ما دايرين، دايرين مواضيع ثانيه. لا، التوحيد يستمر معانا تعليمه حتى الموت، لحد ما نموت. والنبي صلى الله عليه وسلم في فراش الموت وعنده قطعه في يده يطرحها على وجهه
ويلتفت للصحابة من ألم الصداع اللي مر بيه والحمى، يقول لهم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وهو في مرض الموت، ما يغشك الشيطان يقول لك اتعلمتك كفاية خلاص يكفي، لا لا، أنت لابد تستمر على التوحيد عشان يبقى آخر كلامك من الدنيا شنو؟ لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم فرج عنا هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واشف مرضانا أجمعين. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.